هو ظهور ما يمكن أن يصدق عليه غلو في بعض المشايخ. ويجيبك على هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال رحمه الله، قال عن زمنه: ويصدق هذا على كل زمن، وكلامه هذا مبني على النصوص الشرعية. قال: والمشهور بالمشيخة من المشايخ في زمننا هذا منهم العاصي، ومنهم الفاسق، ومنهم الضال، ومنهم المنافق، ومنهم التقي. قال: ومن سأل الله أن يحشره مع شيخ لا يعلم عاقبته، لأنه الحيلة تؤمن عليه الفتنة. قال: ومن سأل الله أن يحشره مع شيخ فإنه يكون بهذا السؤال ضالاً، وإنما عليه أن يسأل من يعرف حاله. قال: أن يسأل أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع عباده الصالحين. ثم ذكر الأدلة على الولاية، من بينها: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ثم قال رحمه الله، قال: ومن أحب شيخاً كان معه وحشر معه، وإذا دخل النار دخل معه، لأن الأشخاص ولو كانوا مشايخ إذا كانوا من أهل الضلال فإن مصير من يحبهم كمصيرهم. قال رحمه الله، قال: وبعض الناس لا يعرف تحقيق المحبة فيقول: فما أكثر من يحب المشايخ لله وليس بصادق. قال: وما أكثر من يحب المشايخ لله ممن يعرف أن هذا الشيخ يخالف الكتاب والسنة وهو معرض عن السنة النبوية. قال: فيحبه ويقول كذب. بمعنى هذه العبارة: لو كان يحبه لله لأحب ما يحبه الله. فأصل المحبة أن تحب الله وأن تحب ما يحبه الله، فكيف تحب شيخا ضالا معرضا عن الكتاب وعن السنة؟ هذا ليس مما يحبه الله. قال: وكثير من يحب مشايخ أو ملوكا أو غيرهم فيتخذهم أندادا يحبهم كحب الله. قال: أما من أحب المشايخ والأشخاص الذين هم الأتقياء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحو هؤلاء، قال: فأصل الإيمان ومن أوثق عرى الإيمان أن يحب أمثال هؤلاء ممن في ظاهره الصلاح والخير واتباع السنة. قال: وإن كان يجهل باطن أمره. فخلاصة القول أنه لا يجوز أن تقول: اللهم احشرني مع فلان، لا شيخ ولا غيره، لأنك لا تدري ما هي عاقبته، ولكن قل: يا رب احشرني مع أنبيائك ومع عبادك الصالحين. الأمر الثاني: إذا أحببت المشايخ فهذا حب تحمد عليه، إذا كان هؤلاء المشايخ يوافقون الكتاب والسنة ويجتهدون في ذلك. أما من علم منه أنه مخالف للكتاب والسنة ويأتي بالطوام بين الفينة والأخرى، فهنا من أحبه زاعما أن حبه إنما حبه من أجل الله فقد كذب. إذن قلت من باب أولى: من دافع
عنهم مع وجود أخطائهم. فالحذر الحذر، العاطفة للدين والعاطفة للمشايخ طيبة ويحمد الإنسان عليها، لكن عليك أن تعرف من نافه عن الكتاب والسنة من حيث الظاهر، أما الباطن فعلمه عند الله، لكن نحن لا نحكم إلا بالظاهر. من نافه عن الكتاب والسنة وعظمهما سواء كان شيخا أو شخصا عاديا هو على العين والرأس، ومن لم يكن كذلك وإنما هو مخالف للكتاب والسنة فلا يؤبه له ولا يحب مثل هذا مهما كان، مهما ارتفعت منزلته ومهما كان وما كان فلا يؤبه له، لأنك إنما تحب الله، والله عز وجل يحب المخالفين لشرعه أم المتبعين لشرعه؟ يحب المتبعين لشرعه، فإن أحببت من يخالف شرعه حشرت معه.